جاءني الآن هو كابتن أحمد شوبير تأكيدا لكلامك. موسيماني أخبر المقربين منه أن استبعاد كهربا من قائمة الزمالك ليس له علاقة إطلاقا بما حدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البنك الأهلي. الأمر انتهى تماما واتضحت براءة اللاعب من تسريب الأخبار. القصة أن موسيماني يرى فنيا عدم مشاركة كهربا في مواجهة الزمالك ويرغب في ضم عناصر دفاعية أكثر من العناصر الهجومية التي ينتمي لها كهربا، بخلاف العصبية مع وجود جماهير ممكن يخسر كهربا ويخسر الأهلي، خصوصا إن هو ممكن ما يتحملش عصبية الجماهير أو يستفزوه، وليس لدي معلومة أكيدة بذلك، لكن هذا اعتقادي من خلال قراءتي للمشهد، ومن الوارد أن نرى كهربا بعد ذلك يشارك بشكل أساسي.